يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. فقرتنا دي المفترض ان احنا ان شاء الله مع نهايتها نكون اثبتنا بما لا يدع اي مجال للشك ان مقوله ان البنات ملهاش في الكوره لا محتاجه اعاده اعتبار، لان الجمله دي مغلوطه الى حد كبير. انا شخصيا اعرف بنات وسيدات فضليات حافظين مقاسات جزم اللعيبه، عارفين تفاصيل التفاصيل وخلفيه كل لاعب منهم وكان شغال، كان بيلعب في نادي ايه الاول، ولما احترف راح فين ورجع امتى وباقي التفاصيل. البنات كمان والسيدات هم في الاول وفي الاخر اخوات للاعبين ولرياضيين، امهات لرياضيين، في منهم كمان اللي تعدى مرحله الاهتمام بكره القدم واصبحوا من المتخصصات فيها صحفيا ونقديا كما هو الحال مع ضيفتين العزيزتين اللي منورين الدنيا النهارده. معانا الصحفيات الرياضيات، اولا الاستاذه جهاد عرابي، صباح الفل عليكي ومنورانا. اهلا بيكي. والاستاذه روفانا طلعت، صحفيه رياضيه وبروديوسر، اهلا بيكي. صباح الخير يا كريم. اخباركم ايه؟ صباح الفل عليكي، كله تمام؟ تمام. هنحتاج نصحى مع بعض عشان اللعب كده من اولها بتقيل مننا، خلي بالك جهاد بتقيل، فلسه بنقول يا هادي. لا لا بنحاول. اخباركم ايه؟ منورين الدنيا، سعداء لوجودكم معانا في شاشه قناه النادي الاهلي. احنا كمان مبسوطين قوي ان احنا معاكم. انا مبسوطه انا موجوده معاك يا كريم النهارده. الله يخليك، انا اللي بتنور بيك. مبدئيا الجمله دي بتستفزكم احيانا، فكره ان البنات ما لهمش في الكوره ولا عادي تسمعوها كتير؟ بس هو يعني اعتقد ان احنا الفتره الاخيره ممكن نكون تخطينا الموضوع ده شويه، بس طبعا هي الفكره نبع من ان في مصر بالذات احنا بنتكلم عن مجتمع ما بيشوفش غير كوره بتتلعب من الرجاله. يعني حتى احنا الدوري المصري بتاع السيدات مش دوري محترفين، مش دوري ليه متابعين، ومش زي امريكا، مش زي فرنسا. فلا لسه العقليه هنا ان الكوره بيلعبها رجاله وبيفهمها رجاله، من واحنا صغيرين بنشوف الاولاد الصغيرين هم اللي بينزلوا يلعبوا كوره مش البنات. بس مع الوقت الموضوع ابتدى يتغير، بسبب ان انا مقتنعه ان كل الناس بتشجع كوره بسبب الانتماء او بسبب الحب من وهم صغيرين. في بنات من وهم صغيرين برضو بيتفرجوا على كوره بسبب اهاليهم، بسبب صحابهم، بسبب نجم هم حبوه. فالموضوع مختلف، يمكن البنات نسبتهم للولاد طبعا مش نفس النسبه، عشان كده الفكره دي متاخده في المجتمع. بس انا شايفه ان في بنات كتير بتشتغل في الكوره وفي بنات كتير مش بتشتغل في الكوره وبتفهم في الكوره، فالموضوع دلوقتي ابتدى شويه يتغير. انتوا اخترتوا ان انتوا تشتغلوا في الكوره، يعني انت اللي حصل معاكي ايه ربنا؟ مبدئيا ايه اللي خلاكي تختاري الكارير ده؟ ويمكن شيء مش متوقع الى حد ما من بنوته يعني. لا انا بالنسبه لي يعني احنا بيت عامه متابع للرياضه بشكل كويس، فانا يعني طول عمري انا بشوف ان انا مش هعرف اشتغل في حاجه غير الرياضه. يعني مني انا لما دخلت مجال الاعلام فحسيت ان انا لا، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف يعني اشتغل عليها كويس، وعندي حاجات كتير وافكار كتير عايزه اطبقها فيها. فبالنسبه لي الكوره هي زيها زي اي رياضه، يعني انا ضد اي حد يقول ان كره القدم تخص الرجال فقط. لا الكوره زيها زي اي رياضه، ما ينفعش نقول مثلا. طب انتوا الاثنين عندكم الشغف واضح بالشكل، ما فكرتوش تمارسوا الرياضه دي في اي فريق كره قدم نسائي تابع لاحد الانديه؟ لا ما هو هي فكره كره القدم النسائيه عندنا في مصر يعني كلعب هي مش دارجه عندنا قوي. دي مشكلة من المشكلات اللي بتخلينا نقول إن كرة القدم النسائية مش منتشرة. لا هي موجودة بس بشكل ضعيف جدا، مش أي حد بيقدر يمارسها، مش موجودة في كل الأندية. فعلشان كده عندنا فكرة خاطئة إن إحنا مع يعني البنات ما بتتابعش كورة. لا هي بس الفكرة إن إحنا ما عندناش أندية كتير بتخلي البنات تلعب كورة، فهي دي يعني مني هي دي المشكلة، إن إحنا مش بنطبق الكورة للبنات بشكل أوسع، بنخليها في مجالات اوكي اعلام دلوقتي بقينا بنشوف مذيعات كتير، بنشوف صحفيات، لكن فكره ان انت تمارس الكوره لا مش موجوده. طب انتوا لما بتتفرجوا على اي مباراه مهمه سواء للفريق اللي بتشجعوه او للمنتخب بتتفرجوا باي اداء؟ يعني برضه زي حالتنا كده تشدوا شعركم وتكسروا الدنيا وتدبدبوا وحاجات من دي، ولا اكثر تعقلا؟ يعني هو المفروض ان هو يكون اكثر تعقلا، او بس هو عمره ما كان كده. لا هو دايما بيبقى فيه الشغف والانتماء اللي موجود عند كل الناس، بس بعد كده بسبب الشغل الموضوع ابتدى يختلف، لان في اي ماتش مهم احنا بنبقى موجودين، سواء في البرامج اللي احنا شغالين فيها او في المواقع او في الاماكن اللي احنا شغالين فيها اللي بتغطي المباراه دي، فيا اما بنكون في المباراه نفسها بنغطيها. فالموضوع اختلف عن الاول، انت بتبقى محتاج ان انت تكنترول كل حاجه عشان تطلع الشغل اللي مطلوب منك. فبقينا نبص برده للمباريات
للرياضه او للعبه بشكل مختلف عن الاول، بس من جواك لا طبعا بيفضل عندك الشغف والحرقه وبتروحوا تحضروا مباريات في الاستاد؟ طبعا مرحله ما قبل الكورونا كنتوا بتعملوا كده ولا كنا بنسافر ساعات بره مصر عشان زي فين يعني؟ يعني الطف الرحلات والطف الذكريات اللي ليكوا انتوا الاثنين مع كره القدم بشكل خاص؟ انا بالنسبه لي مثلا اخر سفريه كانت السوبر المصري اللي كان في الامارات، يعني دي كانت رحله مجرد ما انا صحيت قلت لا انا هروح الماتش، فسافرت على طول وحجزت بسرعه جدا ورحت حضرت الماتش هو اليوم، وتاني يوم رجعت على طول. يعني رايحين تحضروا فعلا بس وترجعوا؟ اه الماتش بس، يعني رايحه مفيش شوبينج في النص يعني يعني بقى ممكن بعد الماتش كده بس أكيد. يعني هي الرحله نفسها للماتش، يعني انا رايحه اعمل شغلي ورايحه. انا بحب دايما اتابع الاجواء من ارض الملعب، هي دي الحاجه المفضله بالنسبه لي. يعني غير بقى المباريات اللي من برج العرب لاسكندريه للجونه بدلنا في استادات مصر كلها. طيب ورايكم ايه في الصحافه الرياضيه بشكل عام وفي التواجد النسائي فيها بصفه خاصه؟ لا يعني التواجد النسائي في الصحافه الرياضيه دلوقتي بقى مجال واسع جدا، وفي بنات كتير جدا بتعمل شغلها ويمكن افضل من رجال كتير. يعني انا بشوف كده البنت دايما عندها باشن ان هي لما يبقى حد يقول لها لا البنت مش احسن حاجه تغطي رياضه زي كره القدم لان دي لعبه تخص الرجال، لا فالبنات لما يعني حد يقول لها دي مش افضل حاجه ليكي فهي بتطلع احسن حاجه عندها. فلا انا شايفه ان البنات موجوده في المجال دلوقتي بشكل كويس جدا وثابته على الارض وبتقدم اداء كويس قوي في شغلها وبتعمل الشغل يعني بشكل واضح جدا بعيدا عن انتماءاتها. يعني ممكن حد يكون بيغطي ماتش ودي مش فرقته اللي هو بيشجعها والفرقه الثانيه هي اللي كسبت، بتعمل شغل كويس جدا علشان خاطر ما حدش يقولها انت بتعملي شغل عشان ده مش فرقتك. عايزه تثبت العكس. بالظبط بتثبت العكس دايما ودايما بتطلع شغل كويس جدا. دايما بيبقى في دماغ الناس موضوع ان اللي هو البنات شغل بالنسبه لها اسهل، او ان هي مثلا عشان الشكل العام او عشان وجودها قليل في المجال ده، بس بالعكس احنا طول الوقت متهمات ان احنا ده مش مكاننا، ان احنا مش المفروض نكون هنا، ان المكان ده المفروض يكون فيه يعني النوع ذكر حتى لو هو كواليفيكيشنز اقل منك. فطول الوقت انت مضطر ان انت تقدم مجهود مضاعف عشان تثبت للي قدامك او للمجتمع اللي شايف ان الكوره دي للرجاله بس ان انت مميز في الحته دي. يعني انا عندي 24 سنه، روفينا برضو اصغر مني بشهور. انا بشتغل في الكوره من عندي 17 سنه في المدينه في البرامج وفي المواقع كلها تقريبا اللي في مصر واللي خارج مصر اشتغلت فيها العربيه. انا كنت موجوده في تنظيم بطولات كبيره في مصر، انا الوحيده تقريبا البنت الوحيده في مصر في مجالي وانا مديره المكان كبير. فانت طول الوقت عايز تثبت للناس ان احنا مش بنشتغل عشان احنا بنات، هنشتغل عشان احنا يعني طول الوقت بندرس وبنذاكر وبنتعلم عشان نوصل للي احنا عايزينه. برافو عليك والله. طب ايه الصعوبات اللي واجهتكم او واجهت كل واحده فيكم في الكارير ده وفي المجال ده؟ هي فكره ان انت تكون بتشتغل في مكان ممكن تكون، يعني انا مثلا في شغلي انا البنت الوحيده اللي في المكان، ففكره ان انت بتكون بتشتغل مثلا في شيفت بالليل فهو بنت، فانت اكيد بقى هتيجي الساعه 7 وتبقي عايزه تروحي البيت وكده. فلا يعني هو انا شغاله بقالي 5 سنين فهم تقريبا خلاص شالوا الفكره دي، ولما يبقى في حاجات متاخره جدا فيقول لك لا هي خلاص هي روبانا اللي هتشيلها. فيعني الاول كان بيبقى بس الناس فاكره ان انت مش مضطر ان انت تنزل بتتاخر بالليل والبنت لازم تروح بدري، البنت بتشتغل في مجالات موضه بقى والحاجات دي. فلا البنات ما بتشتغلش في المجالات السهله وما بتشتغلش عشان هي بنت، لا هي بتشتغل عشان هي عندها مقاومات تخليها ناجحه في اي مكان بتشتغل فيه، ولو عندها شغف للمكان اللي هي بتشتغل فيه فخلاص يعني هي بتقدم هتنجح فيه وهتلمع وهتنافس الرجاله بشكل ملحوظ. بالظبط اكيد. طب انت جهات هل في صعوبات معينه وقفتي عند او عطلتك مثلا في كاريرك؟ مش معينه، هي صعوبات كتيره. انا عايز اقول لحضرتك هو كرتونه معضلات. انا عايز اقول لحضرتك ان في ساعات فرص بتبقى كل الناس مجمعه ان انت الانسب ليها ما بتاخدهاش عشان بيخاف يتقال ان انت خدتها عشان انت بنت. فالموضوع مش زي ما الناس فاكره. انا قابلت صعوبات من وانا بسبب ان انا صغيره وبنت وحاجات كتير كانت ظروف كتير يعني،
فطول الوقت الناس بتحاول ان هي برضو توصل لا دي مش شغلانة بنات، لا مش هتقدمها على اكمل وجه. لما جيت امسك مثلا تيم كبير، التيم كله سنه اكبر مني في مكان كبير، الناس كلها قالت ليه يعني من غير حتى ما يسألوا انا بعمل ايه، او هم عارفين انا بعمل ايه بس ده مش فارق. ليه في الكورة بنت اللي تليد ناس كبيرة؟ بس مع الوقت انت لما الناس بتشوف قدامها السكسس ستوري او قصة النجاح هي بتبقى مضطرة تخضع، لان يعني المكابرة في الغلط هتبقى يعني اكبر بعد كده. فلا انت طول الوقت احنا محتاجين نقدم مجهود اكتر من اي حد تاني، هي دي المشكلة، ده الصعوبة الاكبر بصراحة. وبتهيألي برضو من ضمن التفاصيل الرفيعة اللي غيرت الانطباع العام المغلوط اللي بيقول ان البنات ملهاش في الكورة، من ضمن تفاصيله يعني يمكن كان في وقت من الاوقات في ازمنة غابرة كنت يعني لما تلاقي بنوتك في وسط المدرجات بتشجع في مباراة هي نفسها اكيد هتحس بغربة، شنبات كتير قوي حواليها. لكن بقينا نشوف بعد كده وخصوصا في بطولات كانت مصر بتشارك فيها بقوة من خلال منتخبها القومي، بقينا نشوف جميلات وحسنوات وسيدات فضليات مزينين المدرجات. إلى أي درجة التفصيلة دي فرقت في الانطباع العام المغلوط المتعلق بمتابعة المرأة أو السيدات لكرة القدم؟ لا بالعكس، يعني إحنا لما نظمنا أمم أفريقيا في مصر هنا كان في أسر كتير جدا بتحضر، وإحنا كنا بنروح حتى الناس اللي مالهمش في الكورة أو مش متابعين للكورة بشكل كويس كانت أسر كتير جدا بتروح وعائلات وبنات، وكان الموضوع زي كارنفال يعني مش 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 مجرد أنا راح أتابع ماتش كورة. ده بداية الموضوع، لكن بعد كده لما بيروحوا بيتابعوا الماتش الموضوع شكله كلير أكتر ليهم، بيحبوا اللعبة بيبدأوا يتابعوها، أجواء الماتش لو عجبتهم بيبقوا عايزين يروحوا تاني. فهي البدايات بس ممكن تكون مش متعلقة بكرة القدم بس، لكن مجرد ما هو هيروح وهيعجبه الجو هيبقى عايز يروح تاني. فلا البنات بقت بتحضر ماتشات كتير وبتدور على الماتشات عشان تحضرها. يعني انا يعني مشكلتي مع الموضوع ده ان احنا لما بنرجع للفيديوهات او للماتشات القديمه بتاعت الستينات والسبعينات والخمسينات كمان بنشوف دايما تواجد الفنانات الجميلات وتواجد الاسر، فده كانت منتاليتي قديمه عندنا احنا افتقدناها فتره وبعد كده رجعت تاني. لكن وجود البنات او وجود الفتيات في سن معين في المدرجات ده شيء طبيعي في وجهه نظري. احنا بس المشكله ان في فتره من الفترات الكوره كانت حكر على مجاميع معينه، وده يعني دلوقتي ابتدى يبقى مختلف. ابتدينا بسبب البطولات اللي احنا نظمناها في اخر فتره نشوف تغيير في شكل او نوع الجمهور اللي بيدخل. وانا يعني انا من الناس المقتنعه ان الكوره لكل الناس، كل الناس المفروض تكون موجوده، بس فكره ان دلوقتي بقينا مستغربين ان الحسنوات في المدرجات دي مش لا يعني مش زي زمان. ايوه ده الطبيعي، حضرتك فاهمني؟ فالطبيعي ان في الايفنتات الكبيره وفي الماتشات الكبيره نشوف الانواع دي، هو دي الشكل المفروض المباريات المصريه تكون عليه دايما. انا مش عارف وضعكم الاجتماعي انتوا الاثنين عامل ازاي، بس سؤالي ليه علاقه بالجانب الاجتماعي والاسري. يعني هل ممكن تغيروا انتماءاتكم ومحبتكم للفريق اللي انتوا بتشجعوه لو مثلا الخطيب او الزوج انتمائه مغاير؟ طيب انا من اسره كلها انتمائها غير انتمائي، وعايشين مع بعض يعني اسرتي يعني من ساعه ما اتولدت. بس انتوا مجبرين على بعض، بنتهم في الاخر هيودوكي لا في الاخر كانوا ممكن يقنعوني مثلا، او كنت ممكن اتاثر، دي اسرتي اكتر حاجه انا هتاثر بيها، فكان ممكن اقتنع اتاثر يعني بيهم اشاركهم. يعني لو اتقدمت عريس مشجع مهووس لفريق منافس ليك هيبقى الوضع بالجوازه دي عامل ازاي؟ لا هيبقى الوضع صعب قوي. انت شايفه ايه يا جهاد؟ مش عارفه عشان مش الوضع ده. ما عداش عليكم الموقف ده لسه لغايه دلوقتي؟ لا يعني الحمد لله هو بيبقى نفس الانتماء، نفس الانتماء بالصدفة. أكيد أنتوا مبهرين في وسط شلة أصدقائكم وخصوصا الشباب منهم أو الرجال منهم، يعني هل بيبقى في مناوشات كده بيناقشوكوا عشان عارفين أن أنتم متخصصين في الكورة، بيتحدوكوا في أسئلة معينة؟ هي المشكلة كمان أن إحنا كل أصدقائنا من المجال الرياضي، يعني كلهم صحفيين ومن الناس الفرق البرامج وكلهم مذيعين برضو رياضة، فدايما المناوشات دي تقريبا هي قصة حياتنا، احنا قصة حياتنا بتتمحور حوالين الكورة. يعني حتى صحابنا من اللعيبة للإعلاميين للمحللين للصحفيين، فتقريبا الحياة كلها بقت مقفولة على الكورة، فده اللي الناس
لما بتعرفنا على يعني ناس من بعيد ممكن تقول لا الناس دي بتتكلم بس عشان شغلها، لكن الناس لما بتعرفنا بتعرف ان احنا حياتنا مضطرين بقت مقفوله. يعني انا يوم اجازتي ده بستناه عشان يعني مش عايزه افتح التلفزيون اشوف كوره، يعني الموضوع بيوصل للمرحله دي. طب لو اتعرض عليكم عرض ساخي جدا بس هتضطروا من خلاله ان انتوا تغيروا الكارير بتاعكم، ستيل هتتخصصوا برضو في الصحافه زي ما انتوا ولكن صحافه مختلفه، او لو بنتكلم على الصعيد التلفزيوني هتبقوا بروديوسرز في برامج فلتكن فنيه، هيبقى هتترددوا هتفكروا مرتين ولا هيحصل معاكم ايه؟ لا انا بالنسبه لي يعني انا يعني اكيد هبقى متردده، بس انا بحب يعني التجديد. الرياضه جزء من حياتي وجزء كبير جدا، وانا حاولت اشتغل في حاجات كتير ملهاش علاقه بالرياضه، فحسيت ان الموضوع لا عادي، انت ساعات بتحس ان انت عايز تشفت وتتكلم في حاجات تانية، انت برضو صاحي نايم بتتكلم في كوره، ف يعني هي فكره وارده، بس في الاخر انت الكوره ده يعني دي مجالي، وانا ما بعرفش اتكلم في حاجه تانية حتى لو انا حاولت ان انا اتابع اي مجال تاني، لا في الاخر. طب صحباتك البنات اللي بعيدا عن التخصص ده بيشتغلوا في حاجات تانية بيستغربوني جدا، بيحصل برضو اكيد بيبقى في مناوشات برضو بينكم وبينهم، بيستغربوني جدا جدا، يعني حتى لو انا حاولت ان هم اجيبهم ان مثلا يحضروا ماتش معين، فاللي هو انت ازاي بتعملي كده، يعني انت ازاي حافظه كل الناس دي وازاي عارفه طريقه اللعب وازاي بتتكلمي في الموضوع بشكل عميق للدرجه دي. معنى كده رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها يا جهاد، يبقى الانطباع ده ما نقدرش نقول ان هو اتغير 100%، برضو لسه في ناس بتندهش من التواجد النسائي في الحياه الرياضيه عموما. اكيد، وبالذات البنات اللي ما لهمش في الكوره بيستغربوا البنات اللي ليهم في الكوره، طب انتوا ايه ده يا جماعه، ليه بتجروا ورا حاجه وانتوا بتتفرجوا عليهم ليه؟ والموضوع بالنسبه لهم برضو شايفينه في ذكوريه شويه زياده عن اللزوم، بس زي ما بقول لك هو الموضوع بياخد وقت عشان يتغير، دلوقتي احسن من الاول. ومش في الكوره بس، يعني احنا مثلا بنحضر دايما مباريات السله ومباريات السلوات عموما، يعني سله ويد وطايره، فالموضوع يمكن اقل حده شويه في الالعاب دي عشان فيها بنات كتير هنا في مصر بتمارسها وموجوده في المجتمع بتاعها، بس دايما فكره ان انت بتشتغلي في الحته بتاعه الرياضه دي لسه ما بقتش يعني على ودن الناس عاديه، يمكن عشان احنا مش كتير، بس اعتقد ان الفتره الجايه احنا هنبقى كتير قوي. تكسرتوا ولا ايه؟ تكسرتوا في الوسط الرياضي؟ انا تكسر. طيب انا عايز استغل فرصه ان انا معايا اثنين ناقدات رياضيات ومتخصصات الى حد كبير في كره القدم، واعرف رايكم ورؤيتكم لابرز اللاعبين. عايزين نتكلم بشكل عام في الدوري المصري، او لو نخص بحديثنا مثلا لاعيب النادي الاهلي، يعني عايز اسمع تحليلكم ورؤيتكم للعيبه الابرز في النادي الاهلي من وجهه نظركم. انا بالنسبه لي يعني الرجل الفتره دي يعني وليد سليمان، يعني هو شخص يعني مشاكله تعتبر مش موجوده، هو هيبقى عليه حمل كبير جدا الفتره اللي جايه طبعا مع التنقلات اللي بتحصل، اللي عندك لاعب يمشي لاعب يجي، فدي يعني حاجه طبيعيه جدا، وهو هو رجل المرحله بالنسبه لي، يعني هو القائد. عايزين نفصص رجل المرحله دي من وجهه نظرك برضو كناقده متخصصه في كره القدم، ايه ابرز مميزات او الفروقات اللي بينه وبين بقيه اللاعبين؟ ايه اللي بيميزه وبيديله خصوصيه شديده بوجهه نظرك النقديه؟ لا يعني وليد سليمان شخصيه ورؤيه جدا، يعني هو دايما عينه في الملعب تختلف عن عين اي حد تاني. اللاعب مش بس مش 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 لازم يكون مهاري جدا، مش لازم يكون سريع جدا، مش لازم يكون سنه صغير، طبعا دي مقومات لازم تكون موجوده في اي لاعب، بس قائد النادي الاهلي محتاج ان هو يبقى عنده رؤيه في الملعب، رؤيه اللاعب في الملعب دي مختلفه جدا عن اي لاعب تاني، فبما انه هو انا بوصفه بان هو قائد المرحله، فلا وليد سليمان عنده رؤيه في الملعب مختلفه جدا، قادر ان هو ينزل في اي وقت يغير الماتش يعني جدا، وعنده روح قتاليه كمان، روح قتاليه فظيعه، وهو وعنده الرؤيه مختلفه، انت ممكن تنزل لاعب يعني امكانيات عاليه جدا بس في الاخر هو دماغه مش في الملعب، يعني هو مش مركز في الملعب، فلا انا شايفه ان وليد سليمان المرحله الجايه هيبقى ليه دور كبير جدا، خصوصا ان هو اكبر اللاعبين الموجودين دلوقتي واقدمهم في الفرقه. طبعا فهو رجل المرحله بالنسبه لي. طب انت يا جهاد شايفه مين اللاعبين الابرز في النادي الاهلي وليه؟
مين اللاعبين الابرز في النادي الاهلي لو خدناها بالخطوط؟ فاحنا مثلا بنتكلم عن محمد الشناوي في حراسه المرمى. طبعا مقوله الحارس نص الفريق دي بتنطبق على الشناوي في مواقف كتير جدا مع النادي الاهلي شفناها كلنا، ويعني ممكن نفتكر منها كتير مع بعض. لو اتكلمنا على خط الدفاع فابرز لاعبي الاهلي في خط الدفاع بنتكلم على علي معلول طبعا التونسي المميز، رغم ان ممكن مباراه امبارح ما كانش موفق قوي. هو بالمناسبه انا اسف للمقاطعه بس تجدر الاشاره عشان ما حدش يفهم السؤال واجابته بشكل مغلوط، وبطبيعه الحال كل اللعيبه طبعا كلهم كل يعني 10 على 10، بس احنا بنتكلم على الفروقات الفرديه يعني اللي بتدي لكل لعيب منهم خصوصيه وبتدي له طعم معين او بتدي له الحته اللي هو عنده فاعليه اكبر او عنده او انت بتستنى منه اكتر من الباقيين. مش معنى كده، لكن النادي الاهلي اكيد مش هيضم لاعب مش مميز، اكيد الانديه الكبيره دايما لعبتها كلها مجموعه مميزه، بس انت بتتكلم على ان الكوره كمان لعبه فترات، كل فتره بيبقى فيها رجال المرحله مش استمراريه زي يعني زي اي حاجه تانية. فبرضو احنا كنا بنتكلم في خط الدفاع علي معلول طبعا مميز بشكل كبير، يمكن الاهلي عنده مشاكل شويه في قلوب الدفاع بسبب الاصابات والايقافات وتغيير الاثنين، احنا مش شايفين ثنائي ثابت بشكل كبير. بس حتى محمود متولي لما ابتدى يجيب مستواه طبعا يعني ربنا يشفيه واصابته ويرجع تاني احسن من الاول، بس انا بشوف ان ايمن اشرف يمكن اميز اللعيبه اللي بتلعب في مركز المساكين. ممكن الاهلي يكون عنده مشكله شويه في مركز الظهير الايمن، بس احمد فتحي طبعا لاعب كبير وتاريخ كبير، بس هو دلوقتي رحيله مؤكد وتم اعلانه. محمد هاني امبارح شفنا منه شويه مشاكل، بس اعتقد انه يعني محمد هاني يعني اعتقد ان الاهلي لسه عنده استعداد يصبر على هاني كتير. نص الملعب انا بشوفه ان هو اكتر خط مميز في النادي الاهلي، انت بتتكلم على حمدي فتحي والسوليه وديانج وقفشه، بتتكلم عن اسامي مميزه جدا، دي الاسامي الاساسيه او اللي بتشارك بشكل اساسي. بس انا بشوف طبعا ان الاميز ديانج هو الوحيد الستة بشكل صريح او اللي بيدافع بشكل صريح، اللي هو نفس شكل طارق حامد في الزمالك. فانا بشوف ان ديانج مؤثر جدا. حمدي فتحي وقفشه لعيبه مميزه قوي، بس انا شايفه ان هم لسه ما وصلوش للبيك بتاعهم، عندهم احسن من كده بكتير قوي، ممكن نشوفهم بشكل اكتر طبعا مع غياب صالح جمعه. في الجزء الهجومي اعتقد هو ده اللي الاهلي عنده مشاكل اكتر شويه، بس انا شايفه ان اجاي هو احسن اميز لعيبه الاهلي في الجزء الهجومي واكثرهم فعاليه. طب الى جانب يعني متابعتكم للدوري المصري، بتتابعوا الدوريات العالميه، الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، بتتابعوا النوع ده من الامور حتى بحكم طبيعه شغلكم مش كده برضه؟ اكيد بنتابع كل الدوريات وكل البطولات يعني احنا. طب انا عايز اسالك سؤال نميس شويه ليه علاقه يعني هو بتاتش انثوي، فسامحوني في السؤال، انا عايز اعرف بس لما بتكوني مثلا بصدد كتابه عن او بصدد تحليل مباراه في الدوري الايطالي مثلا، هل بيبقى في فروقات لما انتوا بتتفرجوا على الماتش او انتوا بتحللوا لما بيكون في لعيب وسيم بشكل ملفت للنظر؟ ودي حاجة أكيد بتحصل كتير في معظم الدوريات الأوروبية بصفة خاصة. أوكي. بيبقى فيه الإحساس بتاع يا روحي عليه وأنت بتكتبي وبتنقدي، ولا أنت بتبقي فعلاً محايدة بشكل كامل؟ لا يعني أكيد ببقى محايدة بشكل كامل، بس يعني العين بتشوف برضو يعني لو في حاجة كويسة هقول إنها كويسة يعني. بس ما يخليكيش تغيري قناعاتك وأنت بتحللي أدائه مثلاً. لا 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 لا. الجهاد واضح إن عندها ثبات انفعالي والكلام ده ما بيفرقش معاها. لا لا صح كده؟ الموضوع ده ما بيفرقش معايا صح خالص. أنا شرفت بوجودكم معايا، شرفتونا ونورتونا، أهلا بيكم دايما على شاشة قناة النادي الأهلي، وأتمنى لكم أكيد كل التوفيق في اللي جاي بإذن الله. ميرسي يا كريم، مبسوط إني موجودة معاك. ربنا يخليك. اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ثم عودة من جديد لـ10 الصبح في الأهلي، اتفضلوا.